هنتكلم المرة دي على المونيتور. المونيتور منيو بعد ما ارفع الباور بلاقي كلمة ريدي. ريدي بعد كده ادوس انتر على البكرة. بعد كده بنزل بالبكرة لتحت بلاقي قائمة مونيتور. اللمبة هنا اتنقلت على مونيتور اللي هي المود بتاعي ان هو مونيتور. اخش انتر هلاقي في المونيتور دي بعض البيانات الخاصة بالموتور. هنتكلم على ال RFR. ال RFR ده هو ال Output Frequency اللي خارج للموتور. بعد كده لما اخش كده لو الجهاز شغال هديله Run دلوقتي من على ال I1 سرعة. ده ال Output Frequency خارج فعلا الموتور دلوقتي. بعد كده في القائمة بلاقي عندي LCR دي الموتور كارنت ده اللي خارج الموتور دلوقتي. انا مدي رن تاني هيبدا يديني قيمه الامبير اللي الموتور سحبه هي 2.2. بعد كده قائمه من مونيتور بلاقي قيمه الفي لاين ده الفولتج انبوت بتاعي المفروض ان هو 220 فولت. بعد كده بلاقي قيمة بلاقي حاجة اسمها الـ OPR دي الـ Output Power. لما بشغل المفروض لما أكون مشغل الموتور بيكون عندي قيمة الباور اللي ساحبها الموتور بتاعي بالوات بالوات ماشي. بعد كده في القائمة بلاقي الـ status عندي. خش على المونيتور في قائمة الستيت بلاقي ان هو بيعرض لي الستيتس بتاعة الدرايف دلوقتي هو ريدي. فانا هديله رن هيغير لرن هديله سرعة هيبدأ يعمل اكسلريشن هيخلص الاكسلريشن في 3 ثواني وبعد كده يقلب لرن. لو انا شفت السرعة هيبدأ يعمل ديسلريشن ويوقف اشيل الرن يبقى ريدي.